كان مجبورا على المسلم اللي معه وياه، كان مجبور على المسلم. طيب فبعضهم ما يبي الا فرقاها، ما يبي الدنيا، يدوب جاهد عمله عليها، فالموضوع العقده بالجنه. فبعضهم لا، يعني هي في عينه. شوف ما ودي اطول، بعض الرياجيل لا مذهب ولا فهم. لا بعض الرياجيل، بعض الرياجيل يعني من غير تشبيه على جبر، بعض الرياجيل انا شو رجال ميت. اي لا اجل ميت لا قال كذا بتقول ان بعض الرجال جبر. الحين بعض النساء شفت يعطيها الله قوه وقدره، حتى لو جمالها نص ونص، بس عندها قبول وعندها قدره وعندها اسلوب يميزها الله فيه، ترى ما حد يعلم. يعني لك زوجها فيها، يعني كانها تاخذ لها شيء وتغطي فيه عين الرجال، ما عاد يرى في وجه الارض امراه الا هكذا امراه، ويبيها معه حتى في الجنه. وبعض والعكس صحيح، بعض الرياجيل اذا دخل في قلبه في قلب زوجته ولا دخل في قلبها لين يدخل وتمكن، والله لو يجيها مدري من الرياجيل انها ما عاد تشوف ولا عاد تحب الا هكذا الرجال. صح. وتلقاه عارف ويثق انه ما دام انه هو اخذ هالقلب الا ويجي ما ادري من يجي ما راح يتزحزح من مكانه ولو شعره، سواء مع بعض ولا مفتكي. ف بعلمكم سالفه، جت واحده الواحد قلت يا ولد انت علامك تصلي، يعني من زود الحب، كل ما اذن المذن تلاوش المسجد. قلت يا ولد خاف الله، قال خاف الله وش؟ انا اصلي. قالت انت ما تصلي عشان تصلي، انا اعرفك تبي تصلي عشان الحر العيد. قال وش فيني؟ قالت والله انك قلقوسي وسلوك زين، خبرتك زين. قال خبرتني وين؟ قالت هو دراها صادق. صلي خوف من الله ولا تصلي عندك؟ قال ما في من مصلي الا يطلب المغفره. قالت غير المغفره؟ قال ما في غير المغفره. قالت والحور العين، كل ما سمعت حديث عن الحور العين عورها قلبها. اخ من غيره تعورها تبدأ، كل ما درت انه بيروح للجنه وبياخذ الحور العين عورتها تبدأ. هذه والله الغيره. جيت وقالت يا ولد، قالت شوف انا ما ودي انك تدخل النار. الحق شهز ودته للنار. مالي يا ولد. حاول انك يعني ما تجيب حسنات وايد. اعوذ بالله محقمره صدق. عزم ها تغار عليه. انا اخذت الموقف صورته بقصيده. تقول بيسمحوا لي ان شاء الله بطلع الجوال. انا يوم سمعت بالموقف هذا ودريت عنه، احيانا ترى الغيره قتاله، بس الله سبحانه وتعالى في الجنه ينزع حتى يخليه يخلي في صدورهم من غل. طيب بعلمكم بالقصيده اللي حتى الرجال اللي تكره في الدنيا ترى تقابله في الجنه تحبه. ما عاد الجنه انت ما عاد وراها. ما عاد ترى عليك اللي راح اصلا. والله في الجنه. اي والله. بعطيك حديث عن الرسول الحين، والله العظيم يلي على فراش الفسق يتفاءل. بس خلي عمر يخلص. ف انت مثلت في ابيات قلت فيها من الحسن ما يستأسر العاشقين. فيها من الحسن ما يستأسر العاشقين. ومن سجنها ليش ابي عفوي وحريتي؟ ايتي الفاتن اللي غلاها كنه الاكسجين. لا زدت بوصالها ترتاح نفسيتي. الله. لا شفتها كامله زين ورزانه ودين، اقول سبحان معطيني على نيتي. الله. لو انها باللكاعه زودت حبتين، لكنها لضحكت تهدى عصبيتي. تقول لي كل ما صلي مع المسلمين واحفظ ربوبيتي وادعي لالوهيتي تدخل الجنه. وتسلى مع حور عين وتنسى حروفي وتنسى اسمي وشخصيتي. الله. واقول في نفسي انت بس لو تعلمين، واستغفر الله في جهلي وعفويتي. لرضيت ربي بيجمعنا هناك اجمعين، لانه عليم بهوى قلبي وحوري. الله. بعض يعني على طراها الحور والجليبيب، بعض الرجال ما يبي الحور العين ولا يبي الله سبحانه وتعالى عليه ويبغى الجنه ويبغى حوريه الارض اللي الحور في جنه الفردوس، بس انت شكلك نزلتي على الارض وتركتيه. معلم عمر هذا طراها سالفتك، هذه سالفه ابو العسل عشانك.